تتميز بصمات الإنسان بأنها مفصلة وفريدة من نوعها، ومن الصعب جدا تغييرها، وهي دائمة وثابتة على مدار حياة الإنسان، مما يجعلها أفضل وأسهل وسيلة لتعريف الشخص على المدى الطويل. وتفخر الكويت بأبنائها في جميع المجالات، حيث كان لهم أثر كبير وتركوا بصمات كويتية. سمير سعيد. يعيش الراحل حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي العربي سمير سعيد في ذاكرة أبناء وطنه ومن عاصره أثناء حياته الرياضية، مستخلصين العبرة من تفانيه في خدمة وطنه في المحافل الدولية. سمير سعيد ومحمد. سمير سعيد هو ابن الكويت ومنطقة ضاحية عبد الله السالم، حيث انطلق من ملعبها ليشهد كل من رآه كيف كان يخرج في أكثر المباريات وهو ينزف دما بسبب شجاعته واستبساله، بالرغم من كونه الابن الوحيد لوالديه والذي أغناهم بإنجازاته الوطنية والشخصية عن كتيبة كاملة من الأبناء. ولد سمير سعيد عام 1963، وهو حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي العربي. بدأ مشواره الرياضي حين فرض نفسه في حراسة المرمى وهو في عمر 19 فقط عام 1982. وخلال حراسته لمرمى النادي العربي والمنتخب الوطني صعد لمنصة التتويج 21 مرة، وحصل خلالها مع الفريق على 4 بطولات للدوري العام ومرتين لكأس الأمير، ومثلهما لكأس ولي العهد في بداية انطلاقتها. وقد اختير للمنتخب الوطني عام 1983. لما حطوا اسمي يعني أنا بالنسبة لي صراحة ما أنا ثلاثة أيام أقعد مو مصدق، أبطل الجريدة. إيه والله اسمي دقوا علي الاتحاد قالوا لي بس ما صدق، حتى قلت حق بعض ربعي كنت ترى راح اختار المنتخب الأول، لا لا مصدق اختار المنتخب الأول. وحرس مرماه حتى عام 1995، وشارك في بطولات الخليج منها 7 في عمان، والتاسعة في المملكة العربية السعودية، والعاشرة في الكويت، وال11 في قطر، وأيضا لعب في بطولة كأس العرب التي أقيمت في سوريا عام 1992. الكويت صار الحارس ما يختبر، يعني قمنا نوقف بالجول ننطر الكرة، ننطر اضطرارا من الكرة. وقد تميز الراحل سمير سعيد بأنه فدائي، فهو ينقض على الكرة كالأسد، لا يهتم بالإصابة. يذكر أنه في إحدى المباريات التي أكملها أمام القادسية كان يعاني من كسر في الفك، وفي أول 3 مباريات له مع المنتخب الوطني لم يسجل في مرماه، وفي المباراة الرابعة أصيب فلم يشارك فخسر المنتخب حينها، واختير حينها كأفضل حارس للعرب وأيضا أفضل حارس في آسيا وفي الخليج، وكانت آخر مشاركة له أمام نادي خيطان عام 1997. أنا طول عمري بالليل أحلم إني أرجع، يمكن والله يمكن الموسم ما أدري. وعلى صعيد النادي العربي فإن أفضل البطولات التي لعبها سمير كانت بطولة كأس الأمير سنة 1992، حيث تصدى ل6 ركلات ترجيح ضد الجهراء والقادسية في 3 أيام، والذي أدى إلى فوز العربي بلقب الكأس. والجدير بالذكر أن مرمى سمير لم تهتز شباكه في مباريات الدوري العام لموسم 1987، حيث لم يسجل في مرمى العربي سوى 1 في أول مباراة التي لم يشارك فيها سمير. كما أن سمير سعيد منذ أن حرس مرمى النادي العربي لم يخسر أي ديربي ضد القادسية إلا في مبارتين، الأولى عام 1992 والثانية عام 1995 في الدوري العام. وهذا كله يعد إنجازا يصعب على أي حارس أن يقدمه. مبروك العربي هار لك القادسية، ومبروك العربي وفاز بالترجيحية، وفاز بالترجيحية، وسمير سعيد. سمير سعيد حارس جسور، كانت حياته الرياضية مليئة بالإصابات وآلام الظهر والديسك،
لاعب مخلص بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أعطى الكثير وأنهى حياته الرياضية مبكرا بسبب الإصابة، وخلفه بحراسة مرمى النادي العربي أحمد جاسم الذي كان نسخة من سمير في كل شيء حتى في إنهاء حياته الرياضية. الرياضة تحتاج يا دراسة يا رياضة، ما تقدر تأخذ الأثنين. وأنت عانيت. وأنا قعدت 10 سنين في الجامعة لأن أنا اخترت الرياضة. أنا بصراحة أنا اخترت الرياضة لأن أنا قستها في مقاييسي، عرفت إن الرياضة راح تحقق لي أكثر من الدراسة. ولو يعاد فيني الزمن 20 مرة وراء راح أختار الرياضة ثم أختار الدراسة. يعتبر الراحل سمير سعيد أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة الكويتية والعربية، وقد استبشرت به الجماهير الكويتية كثيراً بعد الفراغ الذي أحدثه اعتزال أحمد الطرابلسي وتذبذب مستوى الحراس البدلاء، وقد شارك في مهرجان اعتزال نجم مصر محمود الخطيب. انتقل سمير سعيد بعد اعتزاله الكرة إلى المجال الإداري في النادي العربي، وحصل على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي العربي حتى منتصف عام 2006، وسبق أن حصل على عدة مناصب بالنادي. الواحد لما يكون بين الحياة والموت عرفت، وبعدين يحس بقيمة الناس اللي حوالينه، يندم على كل لحظة خسر فيها أي إنسان. أني أرضي كل الناس وأحاول أني أكون أعيد علاقاتي الطيبة اللي كانت مع الناس قبل أدخل في المجال الرياضي. كل إنسان بعد هذه اللحظات العصيبة هذا رديت، كل واحد كان زعلان مني زارني بالمستشفى سأل عني، ندمت أن أنا في يوم من الأيام اختلفت معه. وفي 15 من أبريل في عام 2012 توفي سمير سعيد بعد أن تعرض لحادث دهس غير متعمد بالسيارة، حيث تم نقله إلى المستشفى ووضع بالعناية المركزة بعد أن دخل بغيبوبة كاملة إلى أن فارق الحياة. وفي يوم تشييعه حضر العديد من الوزراء والنواب من مجلس الأمة الكويتي، وتأجلت جميع المباريات في جميع الرياضات في الكويت. قدرت أعلم أن أنا اللي قدر بالنية، قدر أن أنتوا الكنز اللي أنا أحبه رحم الله سمير سعيد وأسكنه فسيح جناته، فقد كانت له بصمات كويتية.